السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مشاعر حب ومشاعر سلام أبعثها لأرواحكم وقلوبكم أينما كنتم في هذه الأرض عبر هذه الحلقة. إن شاء الله موضوع حلقتنا لهذا اليوم هو أين هو البعد الخامس؟ فتابعوا معي. البعد الخامس هو ليس المكان الذي ستذهب إليه، بل إنه نوعية الوعي الذي تحمله أينما كنت. إنه القلب المفتوح الذي يرحب بحب بكل الأشياء خيرها وشرها. هو التقبل الكامل والرضا بالواقع كما هو دون حكم. إنه السلام والفرح المثالي في الوقت الحالي، لأنك أدركت وجوداً أكبر بداخلك من غرورك. والبعد الخامس هو موطن للكائنات الرائعة التي تنتظر عودتنا. إنهم مرشدين الروحيين الذين سيساعدوننا على التطور إلى حالات أعلى من الوعي. هذه الكائنات كانت معنا طوال حياتنا، لكننا لم نستطع رؤيتها أو الإحساس بها لأننا لم نكن على تناغم في نفس التردد معهم. فالبعد الخامس هو حالة أبدية موجودة بعد الولادة والموت. على الرغم من أنك قد تكون قد جئت إلى هذا العالم ببعض الدروس لتتعلمها وتحديات لتتغلب عليها، إلا أن هذه التحديات ليست عقبات أو حواجز كما تظن، بل هي فرصا لرؤية الحياة من منظور أوسع. يجب أن تتعلم أيضا أن ترى نفسك من هذا المنظور نفسه، وتدرك أن جسمك وشخصيتك البشرية هما مجرد حاويات مؤقتة لجوهرك الحقيقي، الوعي النقي أو الوعي الغير مشروط. فالبعد الخامس موجود في اللحظة الحالية، لأنه هنا فقط يمكنك تجربة السلام والفرح الحقيقيين. عندما يركز اهتمامك على الماضي، فأنت تعيش في المشاكل القديمة والذكريات المؤلمة. وعندما تركز أفكارك على المستقبل، فأنت تشعر بالقلق بشأن ما قد يحدث بعد ذلك. ولكي تكون تماما هنا والآن، استخدم كل حواسك لتجربة الحياة. لا شيء أكثر أهمية من هذا. كن على قيد الحياة واشعر بالحياة. إذا كنت نصف حي فقط فلن تعرف ما يحدث. عندما لا تكون مع نفسك لا يمكنك معرفة من أنت. وفيما يلي بعض النصائح لمساعدتك على العيش تماما في اللحظة الحالية. النصيحة الأولى، وهي لا تخف من شيء، فالخوف علامة على الضعف وعدم النضج. أنمو أبعد من ذلك، وإلا فلن تعرف الحرية أو الفرح أبدا مع مشاعر الخوف. النصيحة الثانية، لا تدع الظروف تزعجك. لا يوجد شيء يمكن أن يهدد سلامك الداخلي وسعادتك سوى سجن المشاعر السلبية مثل الغضب والقلق والتوتر والخوف. النصيحة الثالثة، توقف عن التفكير في الماضي أو القلق بشأن المستقبل. إنهم غير موجودون الآن. الماضي حدث بالفعل والمستقبل لم يحدث بعد، وكلاهما وهم. التفكير فيهم يفتقد العيش في اللحظة الحالية، وهي الحياة الحقيقية نفسها، لأن هذه اللحظة لا تحدث إلا مرة واحدة، ولا يمكنك الحصول على ذلك مرة أخرى. لذا عيشها بقوة والآن. النصيحة الرابعة، وهي ابقى في اللحظة الحالية بدلا من أن تحلم بأشياء قد لا تحدث أبدا، أو تذكر أشياء قد مرت بالفعل ليس لها حقيقة في الأبدية الآن. فهذه هي لحظة حياتك. يجب أن تكون كل لحظة ممتلئة ومكثفة للغاية، لدرجة أنها تجعلك تشعر أنك لم تعيش من قبل، وأنك لن تعيش بهذه الطريقة مرة أخرى.
إذا استطعت أن تعيش بالكامل وتعيش بشكل مكثف في كل لحظة، فحياتك ستصبح سلسلة من اللحظات الذهبية، ولن تموت أبداً، لأن الموت يعني العيش في الماضي أو العيش في المستقبل. أما الحياة الحقيقية الوحيدة فهي الآن. نحن نولد ونموت في هذه اللحظة بالذات، نحن نستمتع بالحياة ثم نموت. ما الفائدة من العيش إذا كنت لا تستطيع العيش بالكامل؟ فالبعد الخامس حفلة مستمرة حيث كل شيء ممكن. لم يعد هناك خوف لأنه لم يعد هناك موت. أنت حر من كل القيود، عقلك متسع مثل السماء في هذا العالم. لا يوجد معاناة وأمراض وخيبات أمل، والجميع يعيش في وئام ومع بعضهم البعض ومع الطبيعة. إنه عالم من المفرة والرخاء، حيث يتمتع الجميع بشعور عميق من السلام والسعادة في قلوبهم. في هذا العالم لا يمكن أن تكون هناك صراعات أو حروب، لأنه في البعد الخامس لا يوجد سوى وحدة العقل ووحدة القلب. ويمكن للأشخاص الذين دخلوا في البعد الخامس أن يروا بوضوح وبكامل تجربة كل لحظة من حياتهم. إنهم يعرفون سر الشباب الأبدي. لا يوجد ما يشيخ إذا عشت كل لحظة بأقصى إمكاناتها. عندما تصل إلى هذه المرحلة من تطورك، ستتمكن من تحقيق معجزات تفوق أبشع خيالك، المعجزات التي ستذهلك بقدر ما ستذهل الآخرين. فالبعد الخامس هو حالة وجود تتجاوز كل الفيزيائيات التي عرفتها حتى الآن. إنه بعد من وعي الحب النقي. وكما أقولها دائما، فالعالم هو مرآتك، لأنه يعكس حقيقتك. إذا أحببت، إذا كنت طيبا، إذا كنت كريما، إذا كنت حنونا، كان العالم معك محبة وطيبة وكرما وحنانا. فالعالم ليس مكانا للعقاب، والعالم مليء بالحب. الطريقة الوحيدة التي نواجه بها العقاب في العالم هي عندما نعاقب أنفسنا بأفكارنا ووجهات نظرنا وعواطفنا التي لم تشفى بعد. كل لحظة في الزمن موجودة كلؤلؤ مثالية، مثل الأشياء التي تحدث عند دخولك إلى البعد الخامس. فالوقت يتوقف لأنه لا يوجد وقت هناك. الآن كل شيء أبدي. لذلك في هذا العالم الرائع من الخلود، حيث كل شيء واحد وحيث يحدث كل شيء مرة واحدة، لا يوجد وقت للتعاسة والتوتر والخوف والألم. هناك فقط السلام والحب والفرح النقي. وصلنا إلى نهاية حلقتنا لهذا اليوم. أشكر لكم حسن إصغائكم ومتابعتكم. لا تنسى وضع الإعجاب إذا أعجبتك الحلقة ومشاركة الفيديو مع أصدقائك، لعل أحدهم في حاجة إليه. ألقاكم في حلقة قادمة، والسلام عليكم.